32، انا قلت ان 32 دي ايضا من المثيرات الجدل، في كثير من العنف الموجود في الشارع المصري جراء هذه الماده. اعتقد ده سبب رئيس الخلع الكنيسه تمسحها. الكنيسه؟ اه. وهذا اخوانها ليه؟ ما عنديش يعني حتى الان انا ما عنديش سبب رئيسي يعني لانسحاب الكنيسه، ما عنديش سبب. لكن على كل حال انا ضد انسحاب يعني اي قوه سياسيه لاعتراضها على ماده او مادتين او خمسه او عشره. تجلس وتتكلم وتنتقد الطلبه وفي الاخر تثبت ان انت اعترضت على هذا الامر. حضرتك صرحت قبل كده اللي كان في فرق للكنيسه فتره البابا او لما بخمس وفتره البابا كوادروس. لا هو كان في طبعا قلت كلمه كده انا مش راضي اذكرها يعني بشان التشدد وعدم التشدد. انا لم اقل هذه الكلمه. والحقيقه ان جم يعني اخواننا في جريده الوطن يعني ذكرت هذه اللفظه ان ذكرتها من شت ان الكنيسه تقود البابا تادرس يقود الكنيسه للتشدد. للتشدد وانا لم اقل هذه الكلمه. انا الذي قلته وقتها اني الى التقوقع او يعني التقوقع او يعني بمعنى الذي اريد ان اقوله الانطواء. يعني في فرق بين الانفتاح والتواصل والانطواء. فالذي قلته الانطواء والتقوقع هو للاسف خرجت بلفظ التشدد. والحقيقه يعني انا لم اقل كلمه تشدد لم تاتي على لساني. يعني هو كان لنا اذكره انه هو اخر كان لقاء لينا كان مع ابو خميس كان في لقاء بالقيادات الاسلاميه والمسيحيه وفي وجود سياده الرئيس كان تقريبا في 30 واحد من القيادات المسيحيه والاسلاميه والتقينا وكان كلام تبادل اراء وكان شيء ممتاز جدا. وتوعدنا وقتها ان يكون تدوم يكون في لقاءات متتاليه ثم بعد ذلك للاسف لكن لم يحدث طبعا. لا هنتيك برضه للجزء برضه عن الشيخ خلفاوي لحضرتك شويه. منصب الدكتور عماد ابو غفور مؤسسة الرئاسة هل كان مصور بعد انه منصب ديكوري في التواصل الاجتماعي ام هو الدكتور عماد يمارس دوره الحقيقي ويشارك في سمع في استشارته في القرار في مؤسسة الرئاسة؟ يعني انا الحقيقة يعني أنا المفروض إن يعني هي ظروف طبعا صعبة جدا، لكن أنا كان المفروض إن أنا يكون دور أكثر تنظيما وأكثر ترتيبا، لكن أنا باستمرار في لقاءات موجودة مع يعني القطاعات المختلفة سواء مثلا في سيما شمال في ترتيب المقاعد مع المنطقات الشمالية وفي يعني أيضا المقاعد مع القطاعات اللي فيها مثلا التقليد مع وسائل سينا. الكلام كان كتير بعد الأزمة اللي حصلت في سينا وقتل الجنود في رمضان وبعض الاوضاع كانت مشكله لما حضرتك ذهبت لسينا لتتفاوض مع بعض الجاهليين. لا لا هي النقطه اللي هي ان كل من يعني ثبت او كل من قام بحمل السلاح وقتل ابنائنا طبعا لا يحق ان احنا نتفاوض معه. هي إن هم لا يسمح لهم بالالتحاق بالجيش والشرطة ولا بكليات الشرطة ولا الجيش، لا يسمح لهم بالوظائف المدنية ولا بالوظائف المدنية، لا مشكلة كمان مشكلة إن هو الكلام على أشياء كثيرة. إن هو في العصر السابق تم تلفيق في عصر يعني السابق تم تكفير قضايا غير الكثير من ابناء سيناء واصدار احكام غيابيه عليهم وبالتالي هم مطاردون
وكذا يعني عندهم في موضوع اللي هم فاحنا بنعرف ان هم نسمع مشاكلهم وايضا ممكن يكون في بعض الافكار ان المجموعات بتقاطع لاجلها المجتمع وبتعادي لاجلها يعني العمليه السياسيه فممكن ان احنا نجلس معهم بحيث ان احنا يكون في تفعيل وفي يعني بنسميه مثلا ادماج يعني كافه ابناء الشعب في العمليه. بهذا تتاكد انها لم تتفاوض مع الجهاديين، ولكن الرئيس اعلن من قبل انه يقود حمله التحقيقات او حمله على سيناء بعد هذا الامر، حمله التحقيقات بنفسه، ولكن لم يرد اي توضيح او نتائج حتى الان حتى وقتنا هذا. يعني نامل ان هو يعني ان والبعض صور ان هذه الحادثه كانت من اجل الاطاحه بحكم العسكر، انا بنقل لك راي. طبعا دماء ابنائنا اغلى من احنا نتاجر فيها، يعني لا يمكن ان هو يتم المتاجره بدماء الابناء. طبعا ده شيء مش يعني اصلا انا لا اسمح بمثل هذه الافكار. انا بقول لك والله يا دكتور انا لا اسمح بمثل هذه الافكار انها تاتي الى خيالي اصلا، يعني لا يمكن ابدا لاي واحد يعني يدبر مثل هذه الحادثه البشعه ان انا اهجم على ناس وقت رمضان في مش عارف ايه و اقتلهم بهذه الطريقة القتل البشع عشان ان انا يعني هذا شيء صعب 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 صعب. هل كان تعامل المخابرات العامة تقصير في الفترة الحالية وبالتالي تم الإطاحة باللواء بولاد موافي؟ أنا في هذا الوقت لم أكن يعني في الجهاز، وحتى لو كنت في الجهاز أظن أن هذه الأشياء بتبقى مستعدها إلى قدر عالي من السرية والخصوصية. البعض يقول أن جماعة الإخوان يدها مغلولة في مؤسسة الرئاسة. يعني انا الذي استطيع ان اقوله اني اتمنى ان هو مستقبلا يكون بعد يعني استكمال المؤسسات السياسيه من مجلس النواب ومجلس الشورى ومنتخب ووجود الدستور ووجود المؤسسه الرئاسيه ان يكون يعني من كافه طاقات العمليه السياسيه منطلقه لتحقيق الاهداف اللي بتسعى ليها الأمة بعد ثورة 25 يناير، نيل الحرية الحقيقية والعدالة الاجتماعية الواقعية والكرامة الإنسانية على أساس السؤال. نعم. طبعا اللي كان بعيد شوية عن السؤال، هل جهاد الإخوان مغلولة في مؤسسة الرئاسة؟ كيف تعمل مؤسسة الرئاسة مع وهل التصريحات التي تخرج لنا من القيادات الإخوانية سابقة للقرارات الحاسمة التي تخرج من مؤسسة الرئاسة؟ يدلل أن الإخوان يديروا قدر كبير. يعني أنا النظام اللي كنت بتتكلم عليه، فأنا يعني طبعا أنتم عارفين إن هي القرار ده يبدو إن هو اتخذه السيد الرئيس في دائرة مغلقة من المستشارين. أنا حتى الآن لم أعرف أي من هؤلاء المستشارين الذين تم استشارته في هذه القرارات، لكن أنا متخيل إن هي من دائرة ضيقة. اللي أعرفه إن هو قبل القرار بساعات قليلة، ساعتين أو شيء أو أكثر، تم تسريبي إن فيه أو تم يعني إخباري إن فيه قرارات حاسمة سوف تتخذ في اللحظات القادمة تخص عادة التحقيق وفي أحداث الثورة ونهي العام. لم ليس فيها طبعا ماذا سيحدث يعني حقا في موضوع النهي العام، لكن تخص النهي العام وتخص عادة التحقيقات والعدالة الانتقالية عشان مثل هذه، يعني فقط هذا الشيء. فهل الإخوان المسلمين أو مقر الإخوان المسلمين أو التلفزيون 25 يناير كان عنده قدر أكبر من المعلومات؟ أنا ما أعرفش، نفس المعلومات اللي عندي دي ولا أشياء أكبر أنا ما أعرفش. بعيدا عن قرارات 21 نوفمبر ومحادثة في المحادثة بعدها، ولكن في المجمل بصفة عامة، هل الإخوان يعني البعض يحس إن هناك تدخل من قبل الجماعة كل الاثنين في إدارة شؤون الرئاسة؟ يعني انا ما لا
أستطيع أنه ولا أستطيع أن فيه، لكن أنا الذي أقوله الذي أقوله أن فيما يظهر يعني فيما يظهر أن لا توجد عندي أدلة قاطعة بهذا. أزمة العناد الدستوري وما ترتب عليه، ليه البعض السابرة لماذا تحيز الرئيس المؤيد؟ لماذا؟ لماذا تحيز الرئيس المؤيد؟ وأكد على سيناريو المؤامرة، يعني خرج لإلقاء كلمة عن مؤيد وأكد على موضوع المؤامرة وأن هناك مؤامرة في الخفاء، يعني متحدث عن هناك أشخاص يدعونه. يعني عموما يعني يكون ترتيب ظهور الإعلامي لسيد الرئيس لازم حاجات تكون مدروسة من قبل المؤسسة الإعلامية التي تدير الخاصة للرئاسة. فإحنا طبعا رأينا في هذه القضية أن لابد السيد الرئيس من يعني الصياغة الإعلامية للخطاب الرئاسي وتسويقه ويعني إبلاغ الشارع والشعب وإقناع الشعب